أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تفاعلات نقدمها لكم من قناة المغاربية في لندن. يقال أن السلطات الدكتاتورية بقدر تمكنها من زوايا السلطة ووضع يدها على كامل المقدرات والإمكانيات ووضع آذانها على جدران المؤسسات والبيوت والمقاهي وكذلك المساجد ووسائل الإعلام ومراقبتها الحثيثة حتى لما يكتب الناس على حساباتهم الافتراضية. مقابل هذه الصفات المريعة التي تلبسها الدكتاتوريات تبقى أنظمة ناجحة جدا في الفشل، حيث أن توزيعها للمظالم بين الناس بشكل عادل يجعل القوة التي تتقدم الشعب تتوحد لتفتك هامشا من الحرية. القوى السياسية والنقابية بقدر ما تجنيه من توزيع عشوائي للملاحقات والمحاكمات تتوحد فتجعل المستبد الخائف المتستر بالقوة أشد ضعفا وزواله أقرب. في هذه السنة 18 ألف تذكر نسيب وزير العدل بأن 18 ألف وليس 15 ألف، ونحن نشجع هذا الاتجاه لأننا لا نريد أن يكون هناك أشخاص يعني في السجن، يعني نستخدم الوسائل الأخرى وليس ثم أنه بالنسبة لناشطي الحراك يعني بالأساس هنا نحن كما تعرفون مع أن بالنسبة للصحفيين لا نريد أن نرى أحدا منهم في السجون يعني بطبيعة الحال، لا أنفي أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن السياسة الدولة هي انتهاكات من طرف أشخاص معزولة، ونحن هذه الحالات عندما تصل إلى علمنا نعمل على التحقيق فيها لأننا كل من ينتهك حقوق الإنسان فيجب أن يتابع ويحقق معه ويدان إذا ثبتت ضده الجريمة. وأنا دعوت كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الناشطة فيه أن تساعدنا في مهمتنا. نحو 300 شخص خلف القضبان الآن في الجزائر على خلفية الحراك الشعبي الذي هز البلاد بشكل متقطع منذ عام 19 و2000، وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. لكن الجديد في السلوك القمعي والمفاجئ، يقول مراقبون كان بفضيحة سعي القضاء الجزائري محاكمة فتاة قاصر بتهم سياسية، حيث وقفت أمام القضاء الجزائري للمرة الأولى في تاريخه فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما وفق ما أفاد محاميها ومنظمة غير حكومية. وقال محامي الفتاة في وقت سابق عبد الحليم خير الدين لوكالة الأنباء الفرنسية أنه كان من المقرر أن تمثل الفتاة الأربعاء مع 20 شخصا آخر أمام محكمة عنابة شرق البلاد بتهمة التجمهر غير المسلح. لأننا لما سمعنا الوطن يستنجد خرجنا نندد فخرج الكل يهدد. أيها المسؤول هدد واحمل السلاح وسدد، ولكن تأكد أننا لن نتراجع أبدا. فقد سمعنا الوطن يستنجد ويقول أنقذوني لا تتركوني في يد هذا الظالم المستبد. نحن ندفع الثمن، نحن ندفع الثمن لكي ندافع عن الوطن، ولكن لن نرضى أبدا بثمن لكي نخون الوطن. انتشر إذن خبر اعتقال الفتاة كالنار في الهشيم ابتداء من المنظمات الحقوقية إلى الصحف والشاشات العالمية، الأمر الذي جعل النظام الجزائري في ورطة أراد التخلص منها طبعا، وذلك بتنويه جاء فجأة على التلفزيون الرسمي يقول فيه أن حضور الفتاة للمحكمة كان كشهيدة وليس كمتهمة. غير أنه بمناسبة متابعة والدها صالح زرفة وغيره من البالغين عن طريق إجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجناح وقع خطأ إجرائي، حيث أرسل لها استدعاء لحضور جلسة قسم الجناح بمحكمة عنابة بصفتها متهمة بدلا من ذكرها. مراقبون قالوا أن هذا التوضيح لم يكن ليكون لولا ضغط جهات حقوقية وكذلك الرأي العام لإيقاف ما أسموها مهزلة. أسقط القضاء الجزائري إذن الملاحقات في حق الفتاة التي يقبع والدها أيضا في السجن منذ 8 أشهر، وهو متهم بالانتماء إلى رشاد التي يصنفها النظام الجزائري حركة إرهابية. لكن القمع في الجزائر لا يحارب إرهابا كما يروج،
بقدر ما يحارب الكلمة الحرة، حيث قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أن السلطات تجاوزت عتبة جديدة في تصعيد القمع، فحتى الأطفال لم يسلموا. وأضاف هذا التنكيل بالعائلة بأكملها يهدف إلى تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم وعن نضالهم. الوادي خنشلة سوق عراس في بازا. الحمد لله، الجزائر تمتلك اليوم شعب عظيم، شعب عظيم، لكن على مر العصور وعلى مر التاريخ نعلم بأن الجزائر كلما مرت بتحديات الشعب الجزائري يصبح كتلة واحدة، واليوم الشعب الجزائري كتلة واحدة. هناك أيادي تريد زعزعة وشق صفوف الشعب، هذا الشعب العظيم، لكن نحن نتمنى أن تكون أو يكون الشعب الجزائري يد واحدة لتجاوز هذه المحنة وهذا التحدي. تحدي ما هو؟ يتمثل في إنشاء دولة وطنية، دولة تجمع الجميع. أكيد أن الجزائر الحمد لله قارة باختلاف عاداتها وثقافاتها وأفكارها، لكن اليوم نحن نتمنى أن تكون هناك دولة وطنية تجمع الكل، تجمع الجميع. يجب أن نتجاوز السجالات الإيديولوجية والخلافات الإيديولوجية ونصبح كتلة واحدة. من أجل ماذا؟ إنشاء دولة وطنية، دولة مدنية، دولة قانون. هذا ما يتمنى الشعب الجزائري اليوم. تجريم العمل السياسي في الجزائر الجديدة هو عنوان المرحلة، يقول حقوقيون، حيث أن الأمر ليس متعلقا لا بقوى إسلامية ولا إرهابية، حيث طغت على مداولات الحقوقيين مؤخرا في الجزائر أيضا قضية فتح غراس البالغ من العمر 47 سنة والذي ينتمي إلى قوى اليسار المعارض في الجزائر. ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بحبس رئيس حزب بسبب آرائه والتماس 3 سنوات له مع النفاذ العاجل في حقه بتهم عدة، منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية. ملف سياسي متكامل أركان، مثله مثل كثير من الملفات، ملفات العشرات المئات الآلاف من الذين تبعوا منذ بداية الحركة. غراس اليوم أبدى موقفا شجاعا من سجنه وقال بأننا سننتصر، هذه كلمة قوية ختم بها في كلمته الأخيرة. نعتقد بأن محاكمة اليوم هي محاكمة السلطة السياسية للمعارضة، محاكمة السلطة السياسية للعمل السياسي، محاكمة النظام للرأي للتعبير للكلمة الحرة. النظام يواصل انتكاساته محاولا أن يراوح البلد مكانه في الانتكاسات السياسية، لكن النظام متواصل بفضل فتحي غراس وكل سجناء الذين. إذن ويصدر الحكم في حق غراس في 9 يناير المقبل بحسب ما كتبت زوجته مسعودة شاب الله على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وقف غراس إذن منسق الحركة الديمقراطية في يونيو وأودع السجن ولحق بتهم سياسية، وذلك بسبب منشورات له على الفضاء الافتراضي. رأت الدولة الجزائرية أن من شأن تلك الكتابات الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على الكراهية وإهانة هيئة نظامية. على وسائل التواصل الاجتماعي علق مدونون حول الوضع الحقوقي في الجزائر وعن هذه المحاكمات الأخيرة، فكتب في تدوينة لها ناشط شوقي بن زهرة وقال عن محاكمة الفتاة القاصر: إذا كان استدعاء القاصر سيرين زرفة خطأ كما يدعي التلفزيون العمومي، فماذا عن القاصر شمس اليقين تليلية التي تم استدعاؤها في نفس القضية؟ الكذب صار سياسة دولية، سياسة دولة عند هذا النظام، واستدعاء سيرين زرفة لم يكن خطأ لأنه يوم اعتقالها في 25 من سبتمبر تم سماعها في محضر واحتجازها إلى غاية 9 ليلا عند الشرطة في عنابة، لكن بعد الفضيحة الدولية باستدعاء قاصر بتهمة التجمهر اضطر النظام لصناعة أكذوبة أن الاستدعاء كان بالخطأ والعذر أقبح
من الذنب، هكذا تحدث شوقي بن زهرة. أما صحفية كنزة خاطو فكتبت حول قضية فتح غراس وقالت: لازلت لا أصدق أنه يمكن متابعة الأفراد قضائيا وسجنهم بعد نقاشات سرية وشخصية على تطبيق واتساب، وأرفقت تدوينتها بهاشتاغ محاكمة فتحي غراس. خلال الساعات الماضية تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر إلى صرادق عزاء أثر وفاة لاعب وقائد نادي مولودية سعيدة سفيان لوكار داخل أرضية الملعب خلال مباراة ضد جمعية وهران في دوري الدرجة الثانية. سقط سفيان البالغ من العمر 29 عاما على رأسه بعد الاصطدام مع حارس مرمى الفريق المنافس، لأنه أكمل المباراة عقب تلقيه الإسعافات الأولية قبل أن يسقط مجددا على أرضية الملعب. إذن ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن اللاعب توفي متأثرا بأزمة قلبية، في حين وثقت مقاطع فيديو من داخل الملعب محاولات الطاقم الطبي لإنعاش قلب اللاعب، لكن محاولاتهم باءت بالفشل مع الأسف، لتنتهي المباراة وسط حالة من الصدمة والذهول. ونفى المشرف على الفريق كل ما يتردد عن معاناة سفيان من مشاكل صحية في السابق، مضيفا بأنه كان مؤهلا للعب بملف طبي وكان في صحة جيدة. سادت إذن حالة من الحزن بين عشاق المستديرة في الجزائر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر واسم سفيان لوكار مرفقا بصور للاعب وعبارات رثاء تصدرتها انتقادات لاذعة من المدونين الجزائريين الذين انتقدوا عدم وجود تدخل طبي سريع داخل الملعب، وألقى بعضهم باللائمة على المسؤولين الرياضيين واتهموهم بالتقاعس في تطوير البنى التحتية للملاعب وتخصيص عيادات طبية متكاملة لتسهيل التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، واقتصارهم على الحضور فقط في مراسم التتويجات والحفلات. إن شاء الله. من المدونين أيضا من استنكر مزاحمة البعض للمسعفين من أجل تصوير اللحظات الأخيرة من عمر اللاعب، ويرى هؤلاء أن ما حدث داخل الملعب أثناء إسعاف اللاعب كشف عن أزمة وعي كبيرة داعين إلى احترام حرمة الموتى ومراعاة شعور ذويهم، بدلا من المسارعة لتوثيق مثل هذه الحوادث المفجعة لمجرد تحقيق سبق صحفي أو رفع نسب المشاهدة. في منبر البعض الآخر في عقد مقارنات بين الوقائع التي شهدتها حادثة اللاعب الدنماركي كريستيان إيريكسون واللاعب الجزائري سفيان لوكار، ويذكر أن إيريكسون تعرض إلى نوبة قلبية خلال المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا يورو 2020 التي جمعت بين الدنمارك وفنلندا، وتلقى اللاعب عندها علاجا طبيا طارئا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى، ما ساهم في إنقاذ حياته. This looks like a horrible stadium in Copenhagen. Anxious, caring for him. Well, the faces have gone from being get off to a good start in Euro 2020. Instead, we are. Well, those in the stadium can barely believe what we've just witnessed. Colleagues, friends. Frankly, that would seem disrespect. Specific news, it's impossible to.
scenes from Copenhagen. لا تعد وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار الحالة المأساوية الوحيدة التي شهدتها الملاعب الرياضية مؤخرا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية فوجعت جماهير الكرة وكرة القدم ببعض الوفيات المباشرة في أرض الملعب. فشهد الدوري العماني الأربعاء الماضي فقط وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي أثناء عملية الإحماء بعد أن تعرض لنوبة قلبية. لا تعد وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار الحالة المأساوية الوحيدة التي شهدتها الملاعب الرياضية مؤخرا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية فوجعت جماهير كرة القدم ببعض الوفيات المباشرة في أرض الملعب. فشهد الدوري العماني الأربعاء الماضي فقط وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي أثناء عملية الإحماء بعد أن تعرض لنوبة قلبية. وقبل أيام أيضا توفي أحمد أمين حارس نادي الرباط والأنوار المصري إثر تعرضه لإغماء مفاجئ بعد انتهاء حصة تدريب مع فريقه، وحاول الأطباء إسعافه لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح ليعلنوا وفاته. إذن حوادث الوفاة بسبب السكتة القلبية مؤخرا والتي أصبح البعض يلاحظها ويقف عندها، وذلك بسبب تكاثر الأخبار والتي في أغلبها زائفة بشأن التلقيح ضد كورونا، حيث تستغل مع الأسف بعض الحركات الرافضة للتلقيح مثل هذه الأحداث المؤسفة لنشر بروباغندا تخوف الناس من جلطات وسكتات قلبية ودماغية أنكرتها منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد بين الحين والآخر على سلامة التلقيح. إلى هنا تنتهي مشاهدينا حلقة اليوم من تفاعلات، نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. إلى اللقاء.